قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر جميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، هذه القاعدة الأولى القاعدة العظيمة، وذلك أن التوحيد كما دلت عليه النصوص ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد يقر به كل عاقل إلا الشذاذ الذين فسدت فطرهم بالكلية وأظلمت قلوبهم، فلا تكاد تجد من ينكر توحيد الربوبية قديما ولا حديثا إلا الشذاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس مقرين بتوحيد الربوبية وأن الله عز وجل هو الخالق الرزاق المدبر سبحانه وتعالى. والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، بأن تثبت أسماء الله وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بمعناها الظاهر على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تحريف لمعانيها ولا تكييف ولا تشبيه. والنوع الثالث هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فتكون العبادة كلها لله عز وجل، وهذا أعظم أنواع التوحيد، وهو الذي بعث به الرسل أصالة وهو حق الله عز وجل على عباده، وقد رتبت عليه فضائل كثيرة. إذا كان ذلك كذلك فاعلم أن الإتيان بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية لا يخرج صاحبه من حد الكفر إلى الإسلام، ولا يكون صاحبه موحدا، بل يكون من الكفار. وبذا تعلم خطأ الذين يفسرون التوحيد بإفراد الله عز وجل بأفعاله. وإذا جاءوا يتكلمون عن كلمة التوحيد تكلموا عن أفعال الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يخرج الناس كما قلنا من حد الكفر إلى حد الإسلام والتوحيد. فإن قريشا كانوا يقرون بأفعال الله عز وجل ويوحدون الله في أفعاله، ومع ذلك
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله، ولما سمعوها أنكروا عليه. ولم يقولوها، وحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يأتوا بها. واستدل الشيخ رحمه الله عز وجل بآية من آيات كثيرة تدل على ذلك، وهي قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يعترفون بهذا، فقل أفلا تتقون. وهذا دليل واضح بين على أنهم كانوا يوحدون الله عز وجل بأفعاله، ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل منهم ذلك ليكونوا مسلمين، بل أمروا بالتقوى. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع إقرارهم بهذه الأفعال، فدل ذلك على أنه لا بد من توحيد الألوهية. نعم.